تذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها ذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها. نعم هي كذلك، إنها ثورة الخامس والعشرين التي ما تزال تعيش في الذاكرة، الثورة السورية الكبرى التي أسست لحلم الاستقلال بعد ربع قرن من الاحتلال. الدين لله والوطن للجميع، هذا هو الشعار الذي رفعه الزعيم الوطني سلطان باشا الأطرش ردا على التقسيم الطائفي الذي حاولت فرنسا ترسيخه عندما قسمت سوريا إلى خمس دويلات. شكل هذا الشعار أبلغ صفعة لفرنسا، مثلما شكلت قيم الشهامة العربية التي تحلى بها سلطان باشا الأطرش عندما رفض تسليم ثائر لجأ ليحتمي به الصفعة الأخرى والأقسى. كان هذا الثائر هو أدهم خنجر الذي اشترك في محاولة اغتيال للجنرال غورو، نجا منها هذا الأخير بأعجوبة. لجأ أدهم خنجر إلى دار سلطان باشا الأطرش الذي أعلن حمايته ورفض تسليمه للفرنسيين. في السابع من تموز عام 1922 داهم الفرنسيون دار سلطان الأطرش واعتقلوا أدهم خنجر، لكن الزعيم الوطني الكبير لم يسكت على اعتقال ضيفه وجهز قوة كبيرة وحاصر الحامية الفرنسية في قلعة السويداء من ثلاث جهات، واشتبك مع الفرنسيين في معركة تل الحديد عام 1922. أبيدت فيها فرقة الضابط بوكسان وتم تدمير أربع مصفحات وأسر ستة جنود فرنسيين، فعمدت فرنسا لمحاصرة السويداء ولجأت إلى الخديعة حيث وافقت على إطلاق سراح أدهم خنجر مقابل الجنود الفرنسيين الستة، وبعد استلامهم نكثت بالوعد وأرسلت أدهم خنجر إلى الإعدام في بيروت، وبدأ الطيران الفرنسي قصف مراكز الثوار لفك الحصار حول القلعة، ودمرت منزل سلطان الأطرش وجعلته ملعبا لكرة القدم. لجأ سلطان الأطرش والثوار مؤقتا إلى الأردن لمدة سنتين، عمل خلالهما على شحذ الهمم وجمع الرجال لمقاتلة الفرنسيين، فعاد إلى الجبل وقد اكتسب شعبية هائلة. انطلقت الثورة من جبل العرب لتشمل سوريا كلها، وكانت أولى القرى التي استجابت لنداء الشرف والنخوة هي قرية أم الرمان التي رفعت أول بيرق في الثورة في العشرين من تموز عام 1925. وعلمت فرنسا بوجود سلطان الأطرش في أم الرمان فأرسلت طائراتها لقصف القرية، وكانت أولى عمليات الثورة العسكرية إسقاط طائرتين فرنسيتين وأسر أحد الطيارين. في العشرين من تموز عام 1925 تجمع الثوار وهاجموا الحامية الفرنسية الموجودة في قلعة صلخت وأحرقوا دار البعثة الفرنسية. وفي اليوم نفسه انطلقت حملة فرنسية بقيادة القائد الفرنسي نورمان الذي استخف بقدرات الثوار واتجه إلى قرية الكفر وأمر جنوده بالتمركز حول نبعها وهدد بالقبض على سلطان وأعوانه. باغت الثوار الحملة الفرنسية وتفاجأ الجنود فلم يستطيعوا الوصول إلى أسلحتهم الثقيلة، ولم تدم المعركة أكثر من نصف ساعة حيث بدأ القتال بالسلاح الأبيض، ودخل الثوار بين الفرنسيين وقتل نورمان وأبيدت الحملة كلها تقريبا، وكانت خسائر الثوار في معركة الكفر 54 شهيدا، وتقول المراجع الفرنسية أن 172 جنديا فرنسيا قتلوا، ولكن الحقيقة أن الخسائر كانت أكثر من ذلك بكثير وتقدر بعدة آلاف. في الثالث والعشرين من آب عام 1925 أعلن سلطان الأطرش الثورة رسميا ضد الفرنسيين ووجه بيان الثورة السورية الكبرى الذي جاء فيه: إلى السلاح إلى السلاح يا أحفاد العرب الأمجاد، هذا يوم ينفع المجاهدين فيه جهادهم والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم، فلننهض من رقادنا ولنبدد ظلام التحكم الأجنبي عن سماء بلادنا. لقد مضى علينا عشرات السنين ونحن نجاهد في سبيل الحرية والاستقلال، فلنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعد أن سكت القلم، ولا يضيع حق وراءه مطالب. الحياة والنجاة وهكذا انطلقت الثورة السورية الكبرى التي دامت عامين، وكانت التربة الخصبة التي نما فيها حلم الاستقلال في السادس عشر من نيسان عام 1946.